بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ان شاء الله سيتم توزيع ان شاء الله اليوم طعام اخواننا المحافظات. طبعا كل الشكر لاخونا محمد على التبرع هذا. اخونا محمد فعل خير طبعا ما رضيش احكي اسمه، وانا يعني بستغل الفرصه هذه وبشكره كثير. طبعا زي ما انت شايف اخوي محمد حضور ان شاء الله رب العالمين حفظه اجزاء من كتاب الله الكريم. لو يشكو القلب هموما قد باتت فيه، تمحوها بسمة طفل حين نلاقي. نبدأ لقائنا هذا بآيات عطرة من الذكر الحكيم، تتلوها على ما سمعكم الطالبة ليان اللبان. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. خواطرنا أجيال تحلم يوما بعلى الأوطان، وشباب يحمل أملا لبني الإنسان. نبني المجد لنرقاه وليقوى البنيان. كن بالناس رحيما مد يد الإحسان. يا قاصد الخير في أيامنا عجب، الخير أصل وأصل الخير في كرمي. إن قلت شكرا فالشكر لن يوفيكم حقا. سعيتم فكان السعي مشكورا. تعجز عبارات الشكر والثناء أن تقف بين يدي العظماء وأهل الجود والسخاء. شكرا أخونا محمد، عليك في تقديم الدعم لنا. فرحنا كثير. وأنا شكرا عم محمد. متفائل ومن بالفرح متوائل.